بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده فيديو جديد إن شاء الله رب العالمين، إعلان عن حل كتاب My Friend أو My New Friend سنة 2023. الكتاب ده هو كتاب المراجعة النهائية، واللي شايفه قدامك ده هو غلاف الكتاب الخارجي. أول حاجة كده زي ما أنت شايف، ده عينة تجريبية من الكتاب. تعال نشوف كده، نبحر في الكتاب ونشوف محتواه إيه الأول. أول حاجة كده، كل وحدة من الوحدات من الوحدة الأولى لحد ال 12 الراجل جايب لك المرادفات والمكالمات الهامة، وبعدين الكلمات الهامة وحروف الجر، التعبيرات والمتلازمات اللي هي الكوليكيشنز والايديومز والاكسبريشنز وكده، وبعدين شوية ملاحظات لغوية على الكلمات اللي هي مفروض مفرد وجمع واللي يعد واللي ما يعدش والكلمات بمعاني مختلفة كده يعني. وبعدين تمرين على الكلمات والملاحظات اللغوية ومراجعة سريعة ومختصرة على القواعد. يعني جايب الكلمات وبعدين تمرين الكلمات، المراجعة للقواعد وبعدين تمرين على القواعد. بالنسبة للكتابة شارحها بشكل مختصر وبعدين جايب عليها تمارين، وفي الاخر اختبار على الوحده بمواصفات اخر مواصفات نزلت يعني مقترحه الى الان. طيب الجزء الثاني بقى حضرتك هو كتاب مراجعه القصه. بصراحه بيتعامل مع القصه بشكل محترف، انا ما شفتش في كتاب تاني لحد دلوقتي. طيب بالنسبه للمهارات، الراجل جايب لك الرايتنج بكل انواعه واسئله عليه، وبعدين جزئيه خاصه للازهر الشريف بيتناول فيها الترجمه بشكل الازهر والبروجراف والحاجات اللي انت فاهمها دي. طيب ده الجزء الاول زي ما اتفقنا، وده جزء تجريبي. طبعا دي اول حاجه كده الكلمات، حتى يعني من الحاجات الملفته للنظر واللي مش موجوده او ما شفتهاش في اي كتاب تاني حقيقه. جزئيه مثلا ان كلمه تشيت دي هتلاقيها مكتوبه في اي كتاب، تشيت معناها مكتوب جنبها فيرب وناون، يعني غش وغشاش، فانت مش عارف هي معدوده ولا مش معدوده والدنيا بايظه منك. فهو بيعملها بشكل محترف كده عشان يبين لك ان دي تشيت اسم معدود والا لازم تبقى موجوده قبله. كلمه كومبنسيت جايبها لك ميك اب فور وعامل لك فوكس على حروف الجر، فهو بصراحه شيء محترم. طيب برضو في الاخر كده هتلاقيه جايب لك في اخر الصفحه هنا في حروف الجر والحاجات اللي انت فاهمها دي. بعد كده برضو بقيه الكلمات اكسبريشنز زي ما قلنا، بعد كده لانجويج نوتس، وما بيبحرش بغباء في الموضوع يعني، هو ملتزم على قدر المستطاع بالمنهج. الحاجات اللي زي كده دي بشكل محترم ومحترف. او بعد كده اسئله على الكلمات، وبعد الكلمات جزئيه الجرامر شارحها بشكل مختصر برضو، وبعدين اسئله الجرامر، وبعد كده الامتحان. طيب احنا في الفيديو ده كونه فيديو اعلاني، فاحنا هنبدا نحل اي حاجه. مثلا خلينا زي ما احنا وقفنا هنا خلاص نبدا بالقواعد، علشان لو حضرتك حابب تنضم لينا في حملتنا ان شاء الله الخاصه بالمراجعه، فحضرتك ممكن تتواصل معانا على رقمي اللي هو 010 20 78 78 39، عشان تعرف كل التفاصيل والاشتراكات، ممكن تشترك ازاي وكده. ممكن تتواصل معايا باتصال او برساله على الواتساب او على التليجرام، ايهما يعني. تعالوا نبدأ بسم الله كده، نحل الأسئلة الأولانية كده. هنحل جزئية الجرامر الأول. أول سؤال بيقول لي Are you accustomed to not overtime؟ هل أنت accustomed to يعني معتاد على إنك تشتغل وقت إضافي؟ بص يا برنس، عايزك تعرف بداية كده إن be accustomed to يعني يكون معتاد على. أكتب لك الكلام ده هنا كده، عايزك تعرف إن be accustomed، خلينا نكتب خط أوضح من كده، be accustomed to، دي زي بالظبط be used to، زي بالظبط get used to، زي بالظبط became used to، زي كمان بالظبط grow used to. الناس دي كلها كده بيكون بعدها الفعل مضاف ل ing، وممكن نستخدم الاسم، وده اللي حصل في السؤال الاولاني ان الراجل جايبه لك. انت بتقول لي هنا Are you accustomed to، فانا عايز الفعل المضاف ل ing او اسم يا سيدي. تمام، works دي اعمال، وانت عارف ان كلمه work اصلا اسم لا يعد، الا ما بنعدهاش ابدا الا في احتمال واحد فقط لا غير. امتى يا عم؟ كلمه work دي اسم لا يعد، بمعنى انك ما ينفعش تجيب قبلها a. طب لو انت قلت لي a work، يبقى انت قصدك كده عليها عمل هندسي او عمل ادبي. على سبيل المثال لما نقول مثلا الفراعنه تركوا لنا many great works، اعمالا كثيره، انت قلت لي هنا في الحته دي many works. اشمعنى قلت لي many works هنا؟ عشان مقصود بها اعمال الفراعنه اللي سابوها لنا، دي اعمال هندسيه. طه حسين مثلا، طه حسين لي great works، انت ليه قلت لي عليها works هنا وجمعتها؟ لان دي مقصود بها الاعمال الادبيه بتاعت طه حسين. المهم فانت كده طلعت دي بره. تو اي ان جي زي ما اتفقنا، فدي بره، فاحنا هنستخدم working. عايزك تعرف ان كان ممكن في احتمال تاني انك تقول له ار يو accustomed تو اوفر تايم ورك، ودي معناها العمل الاضافي، وكده اصبحت noun مش verb.
طيب رقم اتنين، the injured man taken to hospital in a van. عايز يقول لك هل الرجل المصاب أخذ إلى المستشفى في شاحنة أو في سيارة يعني؟ بداية أنا هستبعد مستر هاد وهستبعد هاز. ليه يا عم؟ المفروض إنك لو هتستخدم هاف أو هاز أو هاد فهتقول لي هاز ذا انجرد مان، وبعدين هتقول بين تيكن لأنك أنت عايز معنى مبني للمجهول، أصلا ما فيش بين فاستبعدنا الأول. طيب بديد يا مستر عايز بعدها الفعل في المصدر، وأنا في الجملة أصلا مديني هنا إيه؟ تيكن يعني باست بارتيسيبل. إذا الإجابة الصح هنا ووز، ومعنى الجملة هل الرجل المصاب أخذ إلى المستشفى؟ الجملة الثالثة I not in Cairo in 2015. قبل ما أحل الجملة دي عايزك تركز معايا في حتة حاجة كده سريعة، اللي هي إيه حضرتك؟ الصل يا باشا. إحنا متفقين أصلاً إنك لما تلاقي في الجملة in 2003 مثلاً تعرف إن ده بيعبر عن زمن الماضي البسيط، أنت كده عايز ماضي بسيط. طب لما نلاقي by 2003 يبقى حضرتك كده عايز ماضي تام. طب لما نلاقي since 2003 فحضرتك هتفكر في المضارع التام. طب لما نلاقي باي وبعدها مستقبل فانا هفكر في مستقبل تام مباشرة. عايزك تركز في الكلام ده كويس كده. انت الجملة اللي قدامك قال لك فيها ان وبعدين زمن في الماضي فانت عايز ماضي بسيط. طيب فين الماضي البسيط هنا يا عم؟ ان 2015 زي ما اتفقنا، ده اسمه زمن مضارع تام، ده مضارع تام كان ممكن نستخدمه لو قال لك I have lived in Cairo since 2015، وكذلك ده مضارع تام مستمر. يبقى الإجابة أصبحت started to live. على فكرة أنت ممكن تقول I started to live، أو ممكن كنت تقول لي برضو I lived، ما هو كده كده ماضي بسيط. طبعا I'm living ده مضارع مستمر. At midday yesterday بقول لك في منتصف النهار بالأمس الكمبيوتر بتاعي كان يصلح ولا كان يصلح؟ لا كان يصلح، فأنا عايز مجهول. فأنا طالب شاطر والله، هذا تشيكت ده مبني للمعلوم يا باشا احنا عايزين مجهول. was a checking ده برضه مبني للمعلوم احنا عايزين مجهول. was being checked ده مجهول. has been checked ده مجهول. حلو الكلام، يبقى الاثنين دول مبني للمجهول. طيب لما يقول لك امبارح في منتصف النهار الكمبيوتر كان يصلح ويبقى was being checked هي الاجابه الصح، وهنختار بقى was being checked دي من هنا كده. طيب اللي هي دي. طيب قبل ما نحل، قبل ما نكمل حل، عايزك تعرف ان لما يديك تحديد دقيق للزمن بتاخد ماضي مستمر، ولكن انت محتاج تترجم. لما تقول مثلا في الجمله yesterday yesterday بالامس at 7 a.m. مثلا او امبارح الساعه 7 الصبح I was sleeping انا كنت نائما، انت قلت لي امبارح الساعه 7، لكن انت ممكن تركز في حته بقى ان يقول لك yesterday بالامس at 7 الساعه 7 I broke my arm، لان الحدث ده اصلا ما ينفعش يبقى مستمر. هو انت ينفع تقول لي امبارح الساعه 7 انا كنت بكسر دراعي؟ لا، امبارح الساعه 7 انا كسرت دراعي. فانت عايز حدث ماضي بسيط مباشره هنا لانه ما ينفعش يبقى مستمر. الجمله الخامسه بيقول لك يا فندم not lunch 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 someone knocked at the door، شخص ما طرق على الباب يبقى اثناء الغداء. اثناء اللي هي during، وديورنج هي الوحيده من الناس دي بيجي بعدها اسم. طب ايه احتمالات وايل يا مستر؟ طب ما تيجي نفتكر مع بعض كده عشان احنا بنراجع. عايز تعرف كده وتركز معايا في الكلام اللي هقوله ده. وايل دي اولا بيجي بعدها فاعل وبعدين ماضي مستمر. رقم اتنين يجي بعدها حرف جر زائد اسم. رقم تلاتة ممكن يجي بعدها وايل اي ووز وبعدين ظرف. طيب ما تيجي نشوف كده، وممكن يجي كمان بعدها مضارع مستمر. يبقى احنا كده قلنا كل الاحتمالات. اول حاجه فاعل وماضي مستمر وايل مثلا زي ما اقول لك وايل اي was reading بينما كنت اقرا I slept انا نمت، ده رقم واحد. طب ممكن يجيب حرف جر واسم اقول لك while in London يعني بينما كنت في لندن I met Sarah انا قابلت سارة. طب امتى نستخدم دي؟ لو قال لك مثلا while I was at school بينما كنت في المدرسة. لاحظ الحتة دي ان انت لما قلت لي while I was at school كان ممكن تعملها وتروح قايل لي ايه، تشيل دي كده خالص ودي كمان وتروح قايل لي while at school، ودي كده يبقى بعد while جبنا ظرف، وهي الرابط الوحيد اللي بيجي بعد ظرف هو while. ظرف يعني ايه؟ حرف جر واسم. طيب ممكن نستخدم مضارع مستمر ممكن اقول لك while I am sleeping بينما انا اكون نائما you can use my computer.
انت ممكن تستخدم الكمبيوتر بتاعي بينما اكون نائما، يبقى انت خدت المضارع مستمر لانك بتتكلم على موقف مضارع. ده بالنسبه لاحتمالات مين؟ احتمالات وايل. طب بالنسبه لاحتمالات ديورنج بقى، عايزك تعرف كده ان ديورنج دي اولا بيجي بعدها اسم على طول. على سبيل المثال اقول لك مثلا ديورنج ماي ستاي ان لندن، يعني ايه؟ اثناء اقامتي في لندن، ده رقم واحد. الاحتمال الثاني حضرتك اللي بعد ديورنج انك تقول مثلا during reading time. يعني ايه reading time؟ reading time يعني اثناء وقت القراءة. طيب ركز انك انت قلت لي اثناء وقت القراءة، يبقى ده عبارة عن ايه حضرتك؟ ده كله كده اصبح noun. طيب في مشكلة بقى، هو انا هنا في جملتين هكتبهم لك وعايزك تساعدني اختار مين من الاختيارات اللي تحت. اول جملة معانا مثلا not waiting time I read books، ده رقم واحد. رقم اتنين not washing my car I dropped my phone. عارف انت التكاية اللي عايزك تعرفها هنا؟ هو السؤال بيقول لك هتستخدم during ولا هتستخدم while حضرتك في دول؟ التكة اللي في الموضوع ده في حاجة واحدة بس، ان انت لما جيت تقول ديت watching time، لما جينا نترجم قلنا وقت الانتظار، يبقى دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اسم. اللي كلمة وقت اسم، يبقى احنا نستخدم هنا during على طول. احنا ترجمنا من الاول وقت، يبقى ناخد during. طب washing my car، انت قلت لي اثناء غسل سيارتي، فانت ترجمت من الاول الفعل، وبما ان ده فعل مضاف له ing فحضرتك ما ينفعش تستخدم during فهتاخد while. كمان مثال الحتة دي، لو قال لك نقط كده نقط studying math وبعدين كمل الجملة، هنا هتاخد مين؟ انا والله هترجم، هو الرياضيات دراسة ولا دراسة الرياضيات؟ يبقى انت ترجمت كلمة دراسة اللي هي يدرس يعني، فهتستخدم هنا while مباشرة. طيب نقط مثلا reading hours اللي هي ساعات القراءة. بص انت ترجمت ساعات القراءة، يبقى انت بدأت بكلمة ساعات ودي اسم، يبقى تاخد هنا during مباشرة. حلو الكلام. ترجع بقى لجملتك الجامدة اللي بتحل فيها كده، الراجل بيقول لك هنا ايه؟ during lunch اثناء الغداء شخص ما طرق على الباب. بالمناسبة عايزك تعرف ان كلمة knock يعني يطرق، بيجي بعدها حرف الجر at، وممكن نستخدم on اللي معناها يطرق على. طيب وايل، طبعا وايل دي اللي احنا حكينا موضوعها، وين ممكن بعدها ماضي بسيط، وممكن وبعدين ماضي مستمر، بتيجي مع الماضي التام مع كله. as soon as دي اخت مين؟ انت عارف ان وايل واز وجاست از، لكن افتر وين واز سون از يعني دي من اخوات افتر، يعني من الروابط اللي هم اخوات افتر. الجمله رقم 6 بيقول لك وايل نوت ان ذا سينما ان اكسبلوجن هابند. هروح اسالك سؤال معلش، هو مين فعل الجمله الاولى؟ مش عارفين. طب فعل الجملة الثانية ان اكسبلوجن الانفجار، يعني انت بتقول اثناء ما احنا كنا في الحف السينما حصل انفجار. الفاعل هنا غير الفاعل هنا، يبقى ما ينفعش نحذف، وبناء على السبعه دي عشان نحذف الفاعل لازم يكون الفاعلين واحد. طيب باقي معاك وايل وي وير اللي هي دي، وي وير بينج اللي هي دي، وير بينج طبعا دي بره اللعبه لان وير دي عايزه فاعل مش موجود، فتفكيرك في اتنين دول. ركز معايا، انت بتقول بينما نحن كنا، نحن اللي هي وي وكنا اللي هي وير، طبعا انت اصبحت الاجابه وايل وي وير ان ذا سينما، وانت عارف انك لو انت قلت لي وايل وي وير ان ذا سينما ممكن تقول لي وايل ان ذا سينما على طول. يعني احنا ممكن نعمل ايه هنا؟ ممكن نروح على مندي كده ونختار او نكتب في النقط ديت نو وورد، يعني ايه نو وورد؟ يعني الجمله كده حلوه. يبقى انت قدامك اختيارين، وايل ان ذا سينما بينما كنا في السينما ان اكسبلوجن هابند، او وايل وي وير ان ذا سينما ان اكسبلوجن هابند. طيب احنا ليه ما ينفعش وي وير بينج؟ قلنا احنا بنستخدم فيرب تو بي، وبينج لما يكون في باست بارتيسيبل، يعني سبيل المثال وي وير بينج بانشد اثناء ما كنا نعاقب. اي ويش اي وير تولر، يا ليتني كنت طويلا، بات اي لكنني ايه بقى يا سيدي؟ لكنني لا اكون. بص انت بتقول يا ليتني كنت طويلا لكنني لا اكون طويل، يعني انا في الواقع لست طويلا، فده بره لان دي معناها لم افعل، ودي مضارع بره اللعبه خالص، يبقى اي ام نوت. وهنا بقى عايزين نرجع باك ورا سنه واحده بس كده، وعايز اقول لك على ملحوظتين هنا عايزك تعرفهم. لو انت قلت لي في الجمله اي ويش اي ستاديد، اي ويش اي ستاديد هارد بات اي نوت، الثانيه اي ويش اي
were stronger but I not. عارف انت العربي؟ العربي هيحل لك المشكلة دي. انت بتقول يا ليتني ذاكرت لكنني لم افعل، but I didn't do، لكنني لم افعل. انت هنا بتقول ايه؟ انا بتقول يا ليتني كنت طويلا لكنني، انا I am not، لكنني لست طويلا. عايزك تقارن الاثنين عشان في خطأ احنا اقترفناه في الاول، اوعى نخدع وتعمله. ايه هو؟ انك انت تقول لنفسك ده ماضي بسيط، تمام؟ فالمفروض ان احنا نعمل الماضي بس منفي. هقول لك لا يا برنس، احنا كده غلط. ليه غلط؟ الترجمه العربي بتقول ايه بقى يا سيدي؟ بقول لك، بيقول في الجمله انا اتمنى لو انني اذاكر. انت لما تيجي تترجم دي هتقول ايه؟ هتقولها اذاكر، لكنني اي دونت، لكنني لا افعل. جت منين دي؟ ما هو انت عارف اصلا ان وش بنستخدم بعدها كود او وود والفعل في المصدر، ده لو الجمله مستقبل. حلو. طيب بنستخدم بعدها ماضي بسيط، ده لو الجملة أصلا مضارع. بنستخدم بعدها ماضي تام، ده لو الجملة أصلا ماضي، تمام. والجملة الراجل مديني في الجملة بعد وش ماضي بسيط، معناها إن الجملة الأصلية تبقى مضارع، وده اللي إحنا عملناه هنا. فأنت بتقول I wish I studied، يا ليتني أذاكر باجتهاد لكنني لا أفعل. هنا بتقول يا ليتني كنت أو أكون قويا لكنني لا أكون قوي. طيب أفهم من كده إيه بقى حضرتك؟ انك انت هنا هتقول لي بقى I wish I were taller but I am not. عارف انت لو هنا بدل where عامل لك had been، لو هو عامل had been كنا خدنا wasn't مكانها. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 8 بيقول I was having lunch، انا كنت بتناول الغداء. he came to visit me، كنت بتناول الغداء عندما جاء لزيارتي. وعندما اللي هي when، لاحظ ان was having احنا استخدمنا كلمة have في المستمر هنا لان معناها مش يملك. لو كلمة have معناها يمتلك ما تجيش مستمر، غير كده تيجي. My family not in Rome for 10 years now they live in Berlin. هنا بقى في الفكرة بتاعت الموضوع ده كالتالي، بيقول لك يا عم ان كلمة for دي بتيجي مع زمانين اتنين. for بتيجي مع مضارع تام، for بتيجي مع مضارع تام، وتيجي مع مع ماضي بسيط. بس انت بتستخدمها مع مضارع تام لو الحدث لسه مستمر، مع ماضي بسيط لو الحدث انتهى. يعني مثلا تقول I have worked as a teacher for 10 years. دي كده افهم من غير ما تفسر لي. بما انك انت استخدمت مضارع تام مع كلمة for، يبقى ده حدث لسه مستمر، يعني انت شغال لسه مدرس. طب لو قال لك I not as a teacher for 2 years، انا اشتغلت لمدة سنتين كمعلم. before I retired، تفهم من هنا ان هو الراجل تقاعد، معنى كده ان هو ما بقاش شغال مدرس. يبقى انت هنا هتستخدم كلمة worked ان الحدث انتهى. طيب تعالى كده بص على الجملة دي، بقول لك هنا في الجملة ايه؟ بقول لك for 10 years لمدة 10 سنوات، ودلوقتي أنا عايش فين؟ في برلين. الأول كان عايش في روما، يبقى حدث العيشة في روما ده حدث انتهى. بما إنه انتهى فحضرتك عايز ماضي بسيط اللي هو lived. طب when was the first thing، متى كان أول شيء you أنت كتبته؟ يبقى you wrote. فين you wrote؟ أدي you wrote أهي. خد بالك أنت مش هينفع تفكر في دي. ليه؟ أصل ذات you were written، الذي أنت كتبته، ده مبني للمجهول. طب يو رايت ده مضارع، ازاي مضارع وانت بتقول لي متى كان؟ طب ذات يو رايت برضه مضارع، يبقى انت هتستبعد دي. طب 11 اي نوت ماي سيك فريند توايس لاست ويك، بقول لك انا ايه صديقي المريض مرتين لاست ويك. خد بالك من فكره ان هو قال لك مرتين الاسبوع الماضي، يعني معنى كده الجمله زمانها ماضي، يبقى هناخد له فيزيتد. لاحظ ان ما ينفعش نستخدم يوزد تو فيزيت، احنا متفقين لو ذكر لك كلمه من كلمات الماضي بسيط ابعد على طول عن يوزد تو. was visited ده مبني المجهول، و visiting ده فعل مضاف له ing بلا مبرر كده، يعني المفروض قبله مثلا was و where عشان افكر اصلا فيه. يبقى انا عايزك تفهم كده ان الجمله دي بتعبر عن العاده، والعاده في زمن الماضي دايما البسيط او المضارع دايما البسيط. طيب ودي بقى عايزك تفهمها اكتر من الجمله دي، وما تنخدعش بالترجمه، لان برغم ان الترجمه ذات اساس ومهمه الا ان مش دايما. يعني انت لما تقول مثلا when I was 25، ايام ما كان عندي 25 سنه. I not my uncle، تمام. يا ترى هنا هنقول visited ولا was visiting؟ طيب هنترجم عربي.
انت بتقول لي لما كان عندي 25 سنة انا كنت بزور عم، بس هتاخد فيستد مش هتاخد دي برضو. ليه؟ لان دي عادة، والعادة بسيط دايما. العادة دايما يا اما مضارع بسيط يا اما ماضي بسيط، لكن ما ينفعش نستخدم مع العادة ماضي مستمر او هكذا، يعني اي حاجة مستمرة. When I was a child، ركز، بيقول لك لما انا كنت طفل، I always، انا دايما كنت، بص انت هكتب لك بالعربي، انا دايما كنت اركب الدراجة. تفكيرك هيروح جري على was riding، هقول لك لا يا حبيبي، انت لما بتقول لي always يعني انا كنت دايما بعمل الحاجة دي، يعني عادة، والعادة تبقى ماضي بسيط اللي هي رود. ثانيا، لو انت عيل خربوش اصلا هتستبعد دي. ليه؟ لان المفروض تبقى was وبعدين always وبعدين رايدنج. والراجل قابلك قال لك هنا راي والويز دايما في النص كده، يعني ان في الجمله بيقول لك اي اولويز، المفروض كانت تبقى اي ووز اولويز وبعدين رايدنج، ما عملش كده. في 13، ذا لاست تايم شي فيستد مي ووز نوت 2018. ركز بقى معايا كده عشان هنرجع لاول صفحه خالص. ذا لاست تايم شي فيستد، فيستد زمانها ايه؟ ماضي بسيط. يبقى انت بما انك انت بتتكلم في ماضي بسيط يبقى ان، فهناخد ان. عارف انت امتى تاخد باي؟ لو كان معاها ماضي تام. امتى ناخد سينس؟ لو كان معاها مضارع تام. طيب، I didn't like eating chips in the past. انا زمان ما كنتش باكل شيبسي، بس انا اليومين دول اكل، او اليومين دول افعل. يبقى I but now I am used to that، اللي هي ده. هي هتقول لي يا مستر طب ليه ما ناخدش used to؟ used to حضرتك عايزه فعل في المصدر بس بعدها، ركز في دي عشان دي مهمه. عايزك تعرف ان used to بناخد بعدها الفعل في المصدر بس، اكتبها عشان خاطر المراجعة. عايزك تعرف ان used to ملهاش الا احتمال واحد بس في الدنيا دي، الفعل في المصدر. لكن لما تستخدم be used to فانا ممكن استخدم الفعل المضاف له ing او الاسم. عشان كده انت بتقول ايه؟ I am used to that، انا معتاد على ذلك. that دي مش فعل، اذا انت هتستخدم مباشرة I am used to. طيب، يبقى انت في رقم 14، بما ان هو مديني ذات اللي هي مش فعل، لان يوزد تو عايزه فعل في المصدر، فخدنا اي ام يوزد تو. طبعا يوزد فور دي اي ان جي بعدها، ودي معناها يستخدم فيه. جيتنج يوزد تو مش هينفع اقول اي جيتنج، المفروض كنا قلنا اي ام جيتنج. فضلت بره A new branch، فرع جديد for the company was not last month، فرع جديد للشركه ايه الشهر الماضي. فكره الحته دي في الاتي، ان كلمه فايند، فايند يعني يجد. بدايه كده انت عارف ان كلمة find f i n d يعني يجد، الماضي منها found، والباست بارتيسيبل منها برضو هو كلمة found. طيب، لكن كلمة found لوحديها الماضي منها هو found did، والباست بارتيسيبل منها هو found did. طيب، ايه الفرق بين الاثنين؟ find يعني يجد، ده فعل معناه يجد، لكن دي معناها يؤسس او يبني. بالمناسبة كلمة found هنا زي كلمة establish اللي معناها يؤسس او يبني او كده يعني. طيب، احنا لما نرجع لجملتنا بقى، بقول لك ان فرع جديد من الشركه بني اسس، يبقى انا عايز ووز وير والتصريف التالت من كلمه فاوند اللي هو فاوندد. ادي فاوندد يا فندم. طيب، لكن لو انت قلت لي ووز فاوند يعني وجد، ما كانش ضايع. اي نوت ذا بوك وين ماي فريند ارايفد، هي انتربتد مي، يعني هو قاطعني. يعني معنى كده ان انا كنت اقرا، يبقى اي ووز ريدنج، انا كنت مستمر في القراءه لما هو وصل. نوت اي ووز هافينج ا شاور the doorbell rang، عايز تقول بينما كنت باخد شاور الجرس رن. after دي معناها بعد، just لوحدها لا ما تنفعش، كان المفروض تبقى just as. during عايزه بعدها اسم، ما ينفعش ابدا جمله سليمه وال ing، يبقى when. عندما كنت اخد شاور الجرس رن، هتقول يا مستر مش when بيجي بعدها ماضي بسيط وبعدين ماضي مستمر؟ هقول لك يا حبيبي when بيجي بعدها كل حاجه، when دي من الناس المخادعه اللي بتيجي مع كل الدنيا. وين هنا بتساوي مين حضرتك؟ بتساوي كلمة وايل. نقط الكسندريا، والله الاسكندرية دي مكان، مفيش حاجة اسمها بينما الاسكندرية، بس احنا ممكن نقول وايل ان الكسندريا اللي هي دي. ودي مكان مين يا مستر؟ دي حضرتك مكان وايل، الجملة أصلا كانت المفروض وايل اي ووز ان الكسندريا. وزي ما اتفقنا ممكن نحذف الفاعل ونحذف ووز ونقول وايل ان الكسندريا، وده اللي حصل. ذا سسبكتد مان، الرجل المشتبه فيه، in a small district، في حي صغير في وسط المدينة. أكيد الراجل ده وجد، وجد. طب هنهاد سين؟ لا، المفروض تبقى هاد بين سين، يعني كده أنت عايز مجهول رؤية يعني، فده معلوم. والسين تمت رؤيته أو رؤية، سو يعني رأى، وهاد سين يعني رأى، فأنت بتقول الرجل المشتبه فيه
رؤية مجهول يبقى الإجابة رقم بي. طيب بعد كده during عايزين بعدها اسم حضرتك، staying دي غلط، was staying ده فعلا مضاف له ing برضه، لأ I was staying ممنوع، ممنوع نستخدم جملة كاملة بعد during عشان نبقى متفقين كده وعلى النور، ممنوع نستخدم بعدها جملة كاملة ولا ing. يبقى انت هتقول لي كده during my stay اثناء اقامتي في الاسكندريه I went swimming. الاجابه دي ممكن نقول during my stay، ممكن نقول while in Alexandria. اتعلم بقى ان while بيجي بعدها ظرف. علي was surfing the internet، علي كان بيتصفح الانترنت 5 p.m. yesterday، الساعه 5 امبارح. والله الساعه مع ات يبقى ناخد ات، ولكن ان تيجي مع السنين in 2005 مثلا، باي برضو باي اي حاجه سواء باي ميد نايت باي ميد داي باي سان داي، بس كل دول كده هناخد معاهم ماضي تام. هاف يو ايفر بين ابرود، هل سبق لك ان سافرت خارج البلاد؟ فقال لك يس اي نو تو انجلاند فور ا مانث لاست سمر. هو كلمه لاست سمر ده اللي على زمن الماضي البسيط، يبقى حضرتك عايز وينت. هتقول يا مستر مش المفروض لما اسالك هاف يو تقول لي يس اي هاف، فالمفروض نفكر في هاف دي او هاف دي. هقول لك الإجابة، الراجل قال لك last summer يعني ما خلاص حسمها إنها ماضي بسيط. 23 بيقول لك how not did you start learning English. طيب الراجل عايز يقول لك منذ متى وأنت بدأت تتعلم الإنجليزية؟ منذ متى دي حاجة من اتنين، إن أسألك how long ago وأجيب بعدها فعل مساعد لزمن الماضي البسيط ممكن نستخدم بدلهم when. طيب إذا الإجابة هنقول how long ago اللي هي دي. how long يعني كم طول المدة، how long did you stay in Egypt. طيب how often كم عدد المرات، how many كم عدد كم عدد برضه، يبقى how often كم عدد المرات لكن how many كم عدد، مثلا how many books كم عدد الكتب، لكن how often did you use my mobile كم عدد المرات التي استخدمت فيها هاتفي. when I visited her لما انا زرتها she not very tired، لما انا زرتها هي بدت متعبة جدا. عايزك تعرف الملحوظة دي عشان دي مهمة، الفعل اللي هو اسمه سيم سيم وساوند والناس دي لا يأتي مستمر وبعدين برضو لا يأتي مجهول عشان نبقى متفقين مع بعض كده والموضوع يعني خلصان. فوز سيمك بره ووز سيمك بره، يا اما سيمد يا اما هاز سيمد. انا هسألك سؤال، هو انت لما قلت لي وين اي فيزيتد زمانها ايه، فيزيتد دي ماضي يبقى تختار الناحية التانية ماضي. My father smokes less than، بص بقى العربي بيقول لك ايه، ان ابويا بيدخن اقل مما هو اعتاد او اعتاد ان يفعل. لو انت هتقول اعتاد يبقى used to، طب اعتاد ان يفعل يبقى تقول used to do، والاثنين صح طبعا. uses لا، is used to لا، يبقى انت عندك used to، يبقى انت عندك اجابتين هنا، ممكن نقول used to ونسكت او used to do ونكملها كده بقت اصبحت used to do. بمعنى بقى الجملة تاني كده، ان ابويا بيدخن اقل مما هو used to يعني اعتاد او used to do يعني اعتاد ان يفعل، غير كده لا. طيب هو لازم، طيب يا مستر هنقول دايما used to do؟ لا مش هنقول كده دايما، ممكن نقول مثلا على سبيل المثال منى looks، منى تبدو taller than she used to. بص بقى التكه دي، والله انت قلت لي تبدو أطول مما هي اعتادت أن تكون، يبقى used to be. طيب واحدة تانية، منى works يعني منى بتشتغل harder than she used to do، بمعنى منى بتشتغل باجتهاد أكثر مما اعتادت أن تفعل. أصل الشغل ده فعل، لكن يبدو ده فعل من الافعال اللي بتدي معنى يكون، يعني لما نقول منى تبدو اطول يعني منى تكون اطول، فعشان كده خدنا بيه، والعربي احسن من ده كله في الترجمه هتساعدك. طيب بعد كده حضرتك في الجمله رقم 26 اون هوليداي، لسه حاكين في الحوار ده دلوقتي حالا، قلنا وايل هي الوحيده اللي بيجي بعدها ظرف، فانا ممكن اقول لك وايل اون هوليداي على طول كده ديورينج بره اللعبه. وايل ووز بينج، فين الفاعل؟ الفاعل محذوف بره اللعبه. طيب لما نقول was being في اول الجمله كده غلط، يبقى اصبحت الجمله while she was on holiday، يبقى while she was on holiday او نحذف she was ونقول while on holiday والاثنين صح. while not the homework the light went out، الفاعل اللي هنا مين؟ انا. الفاعل اللي هنا مين؟ النور. يبقى انت عندك كام فاعل كده؟ اتنين فاعلين مختلفين.
اذا ما دام الفعلين مختلفين فحضرتك ممنوع تحذف، يعني ما ينفعش اقول لك while doing، وطبعا was doing ما فيش فاعل فدي برضو بره. I had done ممنوع نستخدم بعد while الماضي تام، اصبحت الاجابه كده while I was doing my homework، اثناء ما انا كنت بعمل واجبي الكهرباء قطعت. 28 مريم as well as I، هنا بقى دي حته مهمه. انت عارف ان as well as بيكون قبلها فاعل وبعدها فاعل، احنا الفعل بيكون على حسب الفعل الاولاني اللي هو مريم، مريم دي مفرد فاحنا هنستبعد وير ونستبعد هاف، يا ترى هاز ولا ووز؟ هنترجم عربي، تقول مريم بالاضافه الي كانت نقط دان فعلت او قامت بالمهمه بشكل هام بشكل واضح، يبقى هاز دان. يبقى لما يكون عندك از والاز والاز دي لها احتمال اتنين ما لهمش تالت. الاحتمال الاولاني حضرتك سيبنا اكتب لك از والاز دي، الاحتمال الاولاني انك انت تجيب فاعل اول وبعدين از ويل از وبعدين فاعل تاني، او انك تستخدم از ويل از ونجيب بعدها على طول الفعل مضاف له اي ان جي. طب لو خدنا فاعل اول وبعدين از ويل از وفاعل تاني، الفعل على حسب مين؟ على حسب الفاعل الاولاني. على سبيل المثال علي از ويل از هيز بيرنتس، هنا هنقول از ولا ار؟ لو خدنا على بيرنتس يبقى هناخد ار، لو خدنا على علي يبقى ناخد از، واحنا متفقين ان احنا بناخد على الفعل الاولاني اللي هو علي، فعشان كده هقول لك هنا از. طيب فانا هنا حضرتك فكرت في هاز ووز، بس انت عارف ان هاز دان يعني فعل او قام به المهمه ودي المكمله. One of the lights، واحد من الاضواء not sent، ده one of the girls sorry، one of the girls not sent out of the classroom by the teacher، واحده من الطلاب طرد، ده مجهول. حلو دي كده had sent معلوم، have been sent ده مجهول، where مجهول، was مجهول. القاعدة بتقول، ركز كده، القاعدة بتقول ان بعد one of حلو الاسم يكون جمع تمام، وبعدين الفعل، الفعل مفرد، ركز كده، بعد one of الاسم جمع والفعل مفرد. انا هكتبها لك هنا برضو بالعربي ان الفعل هيكون مفرد، يبقى تفكيرك فوز، where بره اللعبة وهاف بره اللعبة، يبقى اصبحت was. one of the girls was sent out of the classroom، واحدة من البنات طردت من الفصل. طيب بعد كده قصر الشوك اللي هو اسم القصة يعني او الرواية بتاعت نجيب محفوظ، باي نجيب محفوظ was made into film، ترجم عربي ولا قصة قصر الشوك كتبت ولا التي كتبت؟ المفروض نقول التي كتبت، يعني ايه التي كتبت يا عم الحاج؟ التي كتبت حضرتك المفروض تبقى which، نساعد بعض كده، was written تمام. طيب حضرتك عارف انك بتحذف ضمير الوصل والفيرب تو بي وتسيب ريتن لوحديها، تعال نشوف كده، يا اما ويتش ووز ريتن يا اما ريتن بس. طبعا انا قدامي ريتن اهي، طب ليه ما ناخدش دي؟ اصل دي فين؟ ووز حذف ووز يبقى باظت، احذف ضمير الوصل والفيرب تو بي هنسيب الاثنين، طبعا ووز ريتن برضه ناقصه ويتش بره، روت يعني كتب، اذا الاجابه ريتن. عايزك تفكر في نفس الجمله دي في السياق اللي اقول لك عليه ده. هنقول مثلا على سبيل المثال نفس الجمله برضه بنفس المعنى، لو قلنا مثلا كسر الشوك was written، يعني ايه was written لوحدها كده؟ كتبت باي نجيب محفوظ، ونسكت، قصة كتبت بواسطة نجيب محفوظ. أو نقول لك كسر، كسر الشوك which was written، يعني قصر الشوك التي كتبت باي نجيب محفوظ، مالها يا عم؟ was fantastic، fantastic، ركز عربي كده. هنا في الجملة الأولانية بتقول لي قصر الشوك كوتي بت، لكن دي which was written بمعنى التي كوتي بت، شيل which وشيل was وسيب written لوحديها، بس ده معناها إن في جملة تانية مكملة للموضوع. طيب الجملة بعد كده حضرتك بيقول لك فيها he has wanted to become a doctor since he was 12، الجملة كده حلوة، احنا أصلا كده محتاجين no word، يعني مش محتاجين حاجة تمام كده، بس عايزك تضيف لي معلوماتك الجامده كده ان كلمه سينس هي هي ايفر سينس، سينس هي ايفر سينس، يبقى انا هاخد له ايفر، ايفر سينس يعني معناها منذ ذلك الحين او منذ، يعني انت اكيد عارف ان انت عندك كلمتين اتنين بيلخبطوك دايما، كلمه سينس وكلمه سينس ذن. هروح انقل لك على فكره، سينس ذن بيكون بعدها مضارع تام وقبلها ماضي بسيط، طب سينس بيكون قبلها مضارع تام
وبعدها ماضي بسيط. جملتك I have lived in Cairo، أنا عايش في القاهرة، since I left شرقية مثلا. شرقية أنت بتقولي في الجملة، أنت بتقولي I have lived، أنا عايش في القاهرة، since I left، منذ غادرت. ركز لي كده في حتة إيه، إن هنا معايا مضارع تام وهنا ماضي بسيط. طيب أمال since then بتقولي بقى I left شرقية، أنا غادرت الشرقية، سبت الشرقية، since then ومنذ ذلك الحين I have lived أو have been living in كانت كايرو مش فاكر ولا إيه. الفكرة وما فيها إن since then بيكون قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع تام. طب since قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط، أنت عارف أصلا إن المضارع التام هنا بيشير لحدث مستمر والماضي البسيط هنا بيشير لحدث انتهى. طب ما تيجي نشوف كده، انت بتقول انا غادرت الشرقية والمغادرة دي انتهت، ومنذ ذلك الحين وانا عايش ومستمر في العيشة في القاهرة. طيب ارجع تاني يا باشا. الجملة رقم 32 بيقول لك she has lived in Cairo the last 10 years. احنا هنرجع تاني على دي عشان اقول لك حتى انت حفظتها اكيد اكيد حفظتها. لما نقول ذا لاست زائد ظرف، وفي ذا لاست زائد اسم، ولاست لوحديها زائد ظرف، الناس دول باخد معاهم سنس، لكن دي باخد معاها فور. طب اديني مثال، ممكن مثلا اقول لك فور ذا لاست مانث، دي كده فور، لكن سنس هقول لك سنس لاست month على طول، ده رقم واحد، او since the last مثلا since the last meeting الاجتماع الاخير. كلمة meeting دي عبارة عن اسم، لما يكون في اسم يبقى ناخد the last ونجيب قبلها since. الراجل هنا في الجملة جايب مين فيهم بقى حضرتك؟ بقول لك the last 10 years، يبقى بعد جايب لك بعد the last ظرف، اذا تاخد له فور على طول، يبقى for the last 10 years لرقم دي. The bread is fresh، الخبز ده is fresh طازج، mother not bought it، أمي لسه شارياه. بما إن is دي مضارع فأنت هتستبعد أي حاجة ماضي، في ماضي لأ مفيش. طيب يبقى هنقول mother has وبعدين just وبعدين bought it، أدي has الأول وبعدين just، إحنا بنجيب الفعل المساعد الأول وبعدين الظرف وبعدين ال past participle، فنقول has already bought، has just bought. She not because she has fallen، ركز لي كده، she has fallen over يعني هي وقعت. طيب ده معناها ان هي هنا هيكون في مضارع ولا ماضي؟ لا هيكون في مضارع، فدي بره اللعبه ودي بره اللعبه. يا ترى هناخد is crying ولا cries؟ انت بتقول لانها وقعت فهي تبكي، يعني مستمره في البكاء لانها وقعت، يبقى is crying. طب بعد كده 35 she isn't at home، هي ليست بالمنزل الان، معنى كده ان هي ذهبت لمكان ولم تعد منه، اللي هي has gone to، ادي has gone وانا عندي to فوق يبقى has gone to. امال لو خدنا has been، دي ذهب وعاد. طب had ماضي، has been gone دي بره اللعبه اصلا، مفيش حاجه اسمها has been gone لان ذهب وعاد، has been to وذهب ولم يعد، has gone to. 36 they haven't got together since a week، since not week. بص يا باشا، since لما نحب نجيب بعدها كلمه week اللي هي ظرف، هروح انا اجيب لك هنا شويه كده واقول لك ركز معايا. فاكر احنا لما كنا بنجيب مع سنس ظرف كنا بنقول ايه؟ سنس لاست وبعدين ظرف، ده اللي هتعمله حضرتك هتنفذه هنا، ادي سنس يبقى انت عايز لاست عشان الظرف، او ممكن كنا قلنا فور ذا لاست ويك وتبقى الجمله صح. اي ذس كمبيوتر فور 5 ييرز ناو، فاكر انت لما كنا بنقول انك لما تلاقي في الجمله كلمه فور ومعاها ناو فانت بتقول لنفسك يا عم ده مضارع تام مستمر، بس بشرط ان الفعل يكون من الافعال بتيجي مستمره. ف I have been sleeping يعني انا نايم for an hour now، انا نايم بقالي ساعه دلوقتي. لاحظ ان انت كده استخدمت for معاها now، لذلك خدت لي have been sleeping. طيب انا عايز اقول لك I not علي for 3 years now، يا ترى هنقول هنا have
known will have been knowing. وهل ينفع نفكر في الجملة دي في had known مثلا كماي تام؟ هقول لك بص يا برنس الليالي، بما انك انت اصلا قلت لي ناو يبقى ده مضارع، فاللي فيها هاد دي بره اللعبه. ثانيا كلمه نوم الافعال اللي ما تجيش مستمر، فدي برضو بره اللعبه، واصبحت الاجابه هاف نون بس اللي صح. وده نفس اللي هنعمله في الجمله دي. انت في الجمله هنا بتقول لي، الجمله بتقول لي ايه؟ 4 5 years now، يبقى انت عايز مضارع تام مستمر. بس لما نزلنا الاختيارات اللي بتكلم على ملكيه، والملكيه ما بتجيش في المستمر، يعني دي بره ودي بره. هاف هاد ولا هاد هاد؟ انت قلت لي ناو يعني مضارع، يبقى هاف هاد على طول. وي هاف نوت فريندز اول اور لايف، نحن كنا اصدقاء طوال حياتنا. طبعا هاف دون، مفيش حاجه اسمها دون، هي اسمها ميك فريندز، مفيش حاجه اسمها دو فريندز. طيب هاف بين، دي مش موجوده في الانجليزي. طب هاف بين يعني كنا، هاف بين هاد يعني امتلكنا يعني. وطبعا انت عارف ان كلمة هاف اصلا ما بتجيش في المجهول، فدي بره اللعبة. اذا هتلاقي نفسك انت صفيت الامور على واحدة بس اللي هي الاجابة. I not my wallet, what should I do now؟ ماذا ينبغي ان افعل الان؟ لقد فقدت حافظتي. والله فقدت يعني had lost و lost و have lost، لكن دي لا. طيب هروح اسألك سؤال، هو انت لما تقول لي ماذا يجب ان افعل، معنى كده ان الموقف ده مضارع، ماذا يجب؟ اذا I have lost. طيب امال امتى ناخد lost؟ لو كان قال لك مثلا what should I have done، كنا خدنا ان حادي ماضي. طيب 40 يا باشا. have you finished cooking؟ not I'm hungry. هو انت لسه ما خلصتش اكل طبخ؟ انا جعان. يبقى يت، عشان ده بيعبر عن تذمر. طب منى not to the market، let's see what she has bought. بص الراجل بيقول لك ايه، بيقول لك تعالى نشوف هي اشترت لنا ايه كده من الماركت. معنى كده ان هي ذهبت للسوق وعادت منه، اللي هي has been to، اللي هي دي. لو عارف لو خدنا has gone يعني هي راحت السوق لسه ما رجعتش. she has just، انا عايز past participle، birth to a girl. she is going to name her after her father. name after يعني يسميها على اسم، ده معناها ان هي لسه حالا انجبت طفلا. يبقى has just given اللي هي دي، والمعنى معلومه، هي انجبت طفلا. 43 احمد has broken his leg، احمد كسر رجله، لذلك هو لا يستطيع ان يلعب معنا، يبقى كانت بلاي. امتى ناخد كود انت مستر؟ لو بدل has broken دي جاب لي had broken، يبقى كان بيحكي لي عن موقف في الماضي. I last swam in the sea I was in Alexandria 2 years ago، اخر مرة سبحت في البحر عندما كنت في اسكندرية. يبقى when، في هنا ملحوظة. امتى ناخد since؟ راح نراجع ورا كده على السبورة اللي كنا عاملينها دي، واقول لك بص لي حضرتك هنا كده، عايزك تفهم وتستوعب دي عشان دي مهمة. احنا بنستخدم سنس في نص الجملة لما يكون قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، ونستخدم وين في نص الجملة لما يكون قبلها ماضي وبعدها برضو ماضي. على سبيل المثال I lived in Cairo when I left Giza. لاحظ انت بتقول لي ايه؟ انا عشت في القاهرة عندما غادرت الجيزة. الاتنين ماضي عشان وين في النص. طب انت عارف لو قلت لي I not in Cairo since I left Giza، كان هنا لازم ناخد have lived، لان since عايز قبلها مضارع تام. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لك he sold cars for 12 years، هو كان بيبيع عربيات بقاله 12 سنة. he not cars now، sold معناها ان هو باع وخلص، معنى كده ان هو used to sell cars، بس هنشيل now. ركز كده، هكتب لك دي، هكتب لك دي. انت بتقول ايه؟ انت بتقول لي he used to play the piano، دي معناها ان هي played the piano. لو حضرتك كنت مشترك معايا في محتوى كتاب المعاصر او كده، ففي مذكره قواعد نزلتها لك، وهي موجوده على قناه اليوتيوب، دور عليها هتلاقيني كاتب لك عليها كل التكات اللي في الاسئله اللي احنا بنحل فيها من ساعه دي. احنا قلنا هي used to play the piano، دي بتساوي played the piano، ده معناها ان هي no longer plays
ذا بيانو، معناها ان هو لم يعد يلعب البيانو او يعزف على البيانو. طيب ارجع كده لجملتك. طبعا مش هينفع ابدا اكيد ان احنا نستخدم ناو مع يوز ذا تو. عارف انت لو شلت لي كلمه ناو دي من هنا هيبقى الجمله هي يوز تو سيل كارز ونسكت، لكن انت بتقول هو باع عربيات في الماضي وهو لم يعد يبيع او يفعل ذلك الان. نو لونجر سيلز ناو. تاني كده انا قدامي اختيارين، اقول لك هي نو لونجر سيلز ناو ده رقم واحد، او الاختيار التاني ان اقول لك هي يوزد تو سيل، بس مش هينفع اقول لك يوزد تو سيل واجيب بعدها ناو. ذا انجرد مان تو ذا سنترال هوسبيتال، الرجل المصاب اوخيزا، انت عايز مجهول، ده معلوم، هاز تيكن ده معلوم بمعنى اخذ، يبقى هاز بين تيكن اوخيزا. جملة 47 بقول لك هاف يو نوت ا كامل، هل سبق لك ان ركبت جملا؟ يبقى هاف يو اما اقول ريدن كده هو بس واسكت، او ممكن اقول لك هاف يو ايفر ريدن، ما هو ايفر بتيجي في السؤال، نيفر دي في الجمله الخبريه، ريدن نيفر برضو بره اللعبه، ريدن ايفر لا، فنقول هاف يو ايفر والتصريف الثالث اللي هي دي. ذاتس اول وات اي نوت ذم، هذا ذات از يعني هذا يكون مضارع، فانت هتستبعد اي حاجه ماضي بره انت. هذا كل ما اخبرتهم، يبقى اي هاف تولد ذم. طيب امال هاف بين تول انا اخبرته، مش هينفع اقول لك اخبرتهم يعني. طيب جمله 49 since he started writing five of his novels، منذ بدا الكتابه وخمس من رواياته صنعت او حولت الى افلام، انت عايز مجهول، يبقى هاف بين ميد ده المجهول الوحيد لحد دلوقتي، ده مضارع تام مستمر، وير ميد ماضي بسيط وهنفكر فيها برضو، هاف ميد ده معلوم. طيب تعال بقى نترجم كده ونشوف احنا عايزين مين. انت بتقول لي منذ بدأ الكتابة خمسة من رواياته حولت، سينس عايزة مضارع تام وماضي بسيط، مديني هنا الماضي البسيط فانت محتاج مضارع تام، يبقى احنا زي ما اتفقنا هاز او هاف بين ميد. نوت يو ار كيرلس، ذا تيتشر ويل بانش يو، المعلم سيعاقبك لو انك او لانك كنت مهملا. كلمة لان يعني بيكوز، واحدة من دول بيكوز او سينس او از، اذا ناخد له هنا سينس. الجملة رقم 51 بيقول لك هاف يو فينيشد ذا بايل اوف بوك اوف ورك، بايل دي معناها كومة كوم من يعني، اي كانت بليف ذات، يبقى ده بيعبر عن التعجب، واحنا متفقين في التعجب والاعجاب بناخد اوريدي، لكن يت ده في حالة التذمر، لو هو بيقول لك انت لسه ما خلصتش عايزين نروح يبقى ناخد يت. So far من الكلمات اللي بتيجي مع مضارع التام. I not three short stories. بص يا مستر انا اصلا في الجملة دي هستبعد اي حاجة مستمرة. ليه؟ عشان قال لك ثلاث قصص، يعني ثلاث قصص دي معناها عدد، والعدد ممنوع نستخدم معاه مستمر. فانت روحي وانت روحي. يا ترى revised ولا have revised؟ لا have revised عشان كلمة so far من كلمات مضارع التام. 53 The bus has not left. We shall wait for the next one. احنا لازم نستنى الباص اللي بعده، اصل الاتوبيس بتاعنا غادر بالفعل، يبقى انت هتقول اوريدي، يبقى اوريدي بين ليفت، لا احنا بنقول الاتوبيس غادر مش غودر. She hasn't achieved any success. She started working here. انا بداية عايزك تعرف ان ده مضارع تام وده ماضي بسيط، يبقى انت عايز في النص سنس. حلو طيب ادي سنس، وانت قلت لي ان سنس دي بتساوي مين؟ بتساوي ايفر سينس مش سينس ايفر، يعني هو كده قالب دي مكان دي. طيب سينس زين بيكون بعدها مضارع تام وقبلها ماضي بسيط، يعني انت هنا لو عايز تستخدمها هتحط لي هنا الماضي البسيط اللي هي she started working here since then she hasn't achieved، معرفش ايه كده، مفيش حاجه اسمها when since، لكن في حاجه بقى في السؤال اسمها since when. ركز معايا وراجع كده، احنا كنا بنقول for how long او هاو لونج، ونجيب اخر الجمله فور، او ان احنا نستخدم كلمه سينس وين، الناس دول بيجي بعدهم مضارع تام. ركز لي في الكلام ده عشان الكلام ده مهم. ارجع لجملتك بقى تاني كده، بيقول لك she has been diabetic since not، هي مريضه بالسكر منذ طفولتها، يبقى هير تشايلد هود، او سينس شي ووز بورن، منذ ولدت. وبكده انت عارف ان سينس
جبنا قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط لو انت عايز جملة سليمة. طيب بعد كده بيقول لك when father came home، لما بابا رجع البيت، علي already finished، already وباست بارتيسيبل، وبما ان علي موجود فانت عايز هاز، تمام؟ طيب ده رقم واحد، او عايز فيرب تو هاف يعني، اللي هو هاف وهاز وهاد. هروح اسالك سؤال، لما الاب عاد الى المنزل علي ايه بالفعل غادر؟ هو كان غادر غرفة معيشة غرفة المذاكرة، هو كان نائما. يبقى بالفعل غادر، يبقى انت عايز ماضي، اصل خد بالك كيم ماضي ووز ماضي، فالجملة كلها ماضي، فدي بره ودي بره. علي بالفعل غادر، يبقى هاد اوريدي فينيشد رقم دي، يبقى انت 56 خدت لي هاد. قال لي طب يا مستر امتى ناخد هاز؟ هقول لك بص يا باشا، حول لي كل الميه ده المضارع. When father comes home علي has already finished his study، والناحيه الثانيه he is asleep مثلا، كل مضارع فناخد مضارع. We're not last night. الجمله دي برغم ان هي عبيطه وبدائيه بس انت ممكن تلخبط الدنيا وتعجنها. طيب اول حاجه كده، when not you yesterday yesterday، يا ترى هنا نستخدم did ولا نستخدم وير وحاجات كتير كده، ولا نستخدم هاف؟ رقم اتنين، وير نوت يو جو يستر داي، نفس القصة، هنستخدم ديد ولا نستخدم وير ولا نستخدم هاف ولا نستخدم هاد؟ هروح انا قايل لك على كلمتين مختصرين، ان ديد عايزه بعدها الفعل في المصدر، وير عايزه بعدها الفعل مضاف له اي ان جي فيبقى ده ماضي مستمر، او باست بارتيسيبل يبقى ده ماضي بسيط مبني مجهول، او جمله بدون فعل. طب هاف عايزه باست بارتيسيبل، في باست بارتيسيبل؟ لا، يبقى دي بره. في مصدر هنا يا عم؟ لا، يبقى دي بره. اذا الاجابه اصبحت وير، ومعنى الجمله اين كنت. طب هنا مديني فعل في المصدر، يبقى انا عايز فيرب تو بي، فيرب تو دو سوري، اللي هي مين اللي هناخدها؟ ديد. طيب ارجع كده لجملتك، انت بقى بتقول لي وير نوت يو وير نوت لاست نايت، لاست نايت كلمه داله على زمن الماضي البسيط، فانا عايز ماضي. هاف يو بين ده مضارع تام، ديد يو دو يعني اين فعلت، برضو ملهاش مش معنى. وير وير يو يعني اين كنت، وعلى فكره ممكن كنت اسالك بدلها واقول لك وير ديد يو جو. ماي فادر هاز بين نوت الكسندريا، ابويا في الاسكندريه بقاله اسبوع وهيرجع، يبقى هاز بين ان الكسندريا. طيب ليه ما ناخدش هاز بين تو؟ هاز بين تو دي معناها ذهب لمكان وعاد منه، ركز. ممكن اقول ماي فادر عادي هاز بين تو الكسندرية، بس ده معناها ايه؟ ان هو ذهب الاسكندرية وعاد منها. طب ايه المشكلة يا عم؟ ممكن يكون راح ورجع، ما هو قال لك هنا هي ويل كام باك تومورو. الكتاب ده جايب شوية افكار سكرة. I have not eaten this meal before. Is it delicious؟ هي لذيذة. طيب الوجبة دي لذيذة، معنى كده ان انا لم يسبق لي ان اكلتها، يبقى I have never eaten it. حضرني سؤال بموضوع ايفر ونيفر، عايزك بس تركز معايا. انت بتقول I have never eaten، دي معناها ايه؟ معناها لم يسبق لي ان اكلت. طيب لو انت سألت واحد قلت له have you ever eaten، دي معناها ايه؟ معناها هل سبق لك ان اكلت. طيب في سؤال بقى، what have you not eaten and wish to try؟ يا ترى هقول لك هنا what have you never eaten ولا what have you ever eaten؟ لو انت من نوع الحفيظ يعني فهتختار غلط. هو الراجل بيقول لك ايه في السؤال؟ ما الذي ايه من قبل وتتمنى ان تجربه؟ ما الذي لم تاكله؟ يبقى انت عايز تاخد معنى منفي فناخد never. ارجع كده لجملتك الجامده، احنا خدنا خلاص never ومعنى الجمله انا لم يسبق لي ان اكلت هذه الوجبه قبل ذلك. طيب 60 بيقول لك I not the car all morning and my father says it is still dirty. العربي بتقول لي ايه؟ انا بغسل العربيه طول اليوم والاخر ابويا بيقول لي انها لسه متسخه زي ما هي. بغسل دي معناها الحدث مستمر، يبقى I have been washing. The computer not working so I will take it to the technician، لذلك انا هاخد الكمبيوتر للفني. خد بالك انت قلت لي I will، يعني انت عايز هنا الناحيه دي مضارع. طب ده مضارع has been stupid و has stupid
ستوب مضارع برضو كمبيوتر مفرد، المفروض كنا قلنا ستوبس فاستبعد دي، هاز بين ستوبنج ده حدث مستمر، اصلا كلمه ستوب ما ينفعش تيجي مستمر. انت عايز تقول الكمبيوتر توقف يبقى هاز ستوبد، المعنى مبني المعلوم. اي تو جرامر تو يعني كده اتنين، يعني انت ذكرت لي عدد يبقى اي حاجه مستمره تروح، اطلع انت بره. تيست ذس ويك، ذس ويك يعني معنى كده ان ده مضارع، اطلع انت كمان بره يا هاد. انت بتقول انا اخذت ولا اخذت درسين جرامر، انا اخذت يبقى اي هاف تيكن. 63 she has been to كندا، استنى كده، has been to يعني ذهبت لمكان وعادت منه، ده معناها ان هي لم تعد هناك يبقى is no longer there. امال لو قال لك يا عم في نفس الجمله وقال لك الراجل she، اكتب لك هنا she has gone to كندا، ده معناها ان she is still there، ان هي لسه هناك. يبقى ركز كده، لو انت قلت لي has gone to يعني راحت ولسه ما رجعتش، ده معناها ان هي ما زالت هناك يبقى is still there. طب 64 يا فندم، بقول لك since the bridge، منذ ان الكوبري ايه او لان الكوبري ايه it will help. والله will دي مضارع، عايزك اول ما تلمح مستقبل تستبعد الماضي لان الموضوع ده ما بيعملش ميكس مع بعضه. لان الكوبري اكتمل بناؤه او اكتمل بناؤه، يبقى completes دي مضارع بسيط يعني يكتمل، has been completed و is completing ده برضو مضارع مستمر يبقى has been completed. بما ان الكوبري اكتمل بناؤه او اكتمل بناؤه او اكمل بناؤه، فانت عايز مبني المجهول، فعشان كده خدنا has been completed. I not a cup of coffee in the morning when I get up، هروح انا اقول لك استنى، when I get up، get دي مضارع حلو، فحضرتك هنا عايز يا اما مضارع يا اما مستقبل، بس المضارع اللي هنا هيكون بسيط ودي ملحوظه مهمه 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 لبكره الصبح. بقول لك ايه في الملحوظه دي بقى؟ بقول لسيادتك ان انت لما يكون عندك اي رابط في الدنيا حلو، ممكن نستخدم بعده هنا كده مضارع بسيط او مضارع تام. اللي قبله لو هنستخدم مضارع فهيكون مضارع بسيط فقط فقط فقط، ما ينفعش مضارع تام، او نستخدم مستقبل او نستخدم امر. على سبيل المثال علي نقط his uncle when he comes to Egypt، عندما يأتي علي الى مصر فهو visits ولا has visited؟ هروح اقول لك على ملحوظة، احنا متفقين ان اي رابط نجيب بعده مضارع بسيط زي comes وممكن نقول has come عادي. اللي قبله هنا بقى اما يكون مستقبل او مضارع بسيط، اذا هنستخدم في visits. طب ما هي ده مضارع تام، لا ما ينفعش، لازم مضارع بسيط. طيب بعد كده بيقول لك هنا I not cup of coffee، قلنا طبعا خلاص وين موجودة معانا وين رابط وبعدها مضارع بسيط، فانا عايز يا مضارع بسيط يا مستقبل. طب I always have ده تنفع، have always had تنفع، I always had ده ماضي بره، had always had بره. طيب اختار مين بقى؟ هتسألني هو انا ليه قلت دي تنفع وده تنفع؟ اصل دي مضارع ودي مضارع. ايوه مش انت قلت لي الرابط لما يكون بعده مضارع لازم قبله مضارع؟ بس ركز في الحته دي، انا قلت لك لازم يكون مضارع بسيط، يبقى دي كده تعمل عليها شطبه كبيره عشان دي ما تنفعش تفكر فيها، ولو فكرت فيها تغرق. يبقى I always have اللي هي دي. يبقى القاعده تاني كده، لما يكون عندي رابط بعده مضارع بسيط، اللي قبله لو هيكون مضارع هيكون مضارع بسيط بس، ما ينفعش الا مضارع بسيط، اوعى تعمل غير مضارع بسيط. وعلى فكره ممكن اقول لك I will have. It not a very long time since، بص انت حافظ اصلا تركيبه كده، كان بيقول لك اتس وبعدين مده زمنيه وبعدين سينس، فاكر قلنا الابوستروفي اس دي حاجه من الاثنين، يا اما از يا اما هاز بين. انا هبص على الاختيارات، طبعا هاد بره، ادي از معايا في الاختيارات، وهاز لوحدها ما تنفعش، المفروض كانت تبقى هاز بين عشان افكر فيها. I saw علي while he، انا شفت علي بينما هو ايه اد سبورتس كلاب، بينما هو كان في المركز الرياضي، كان يبقى while he was بس، خلص الحوار. ما ينفعش اوعى تقول was being الا لو بعدها past participle. How do you complete this sentence، كمل الجمله دي يا عم. حاضر يا فندم. I have taken three hard exams، والله have taken دي مضارع تام يا مستر. last week ما ينفعش، المفروض كنا قلنا I took a week ago، برضو كان المفروض نقول I took in the last week، يبقى دي كده مضارع تام. وعلى فكرة ممكن نقول in the last week أو over the last week. طب the week before دي بيجي معاها ماضي تام زي ما حضرتك خدت كده في الوحدة الـ 12
علشان مباشر غير مباشر. ايه من دول is correct grammatically correct؟ تعال نمسك واحدة بواحدة ونشوف الخطأ. I lived here since last year. بص يا باشا، since بيجي بعدها last year فعلا، بس بيجي قبل since بقى مضارع تام، فليفت غلط، المفروض تبقى have lived عشان انت عارف ان since بيجي قبلها مضارع تام. طيب for last year لا، المفروض كانت تبقى for the last year، فدي باظت. I have lived here last year، ما هو last year المفروض اما انك تحط لي هنا في النقط في الحته دي كده since وتسيبها زي ما هي، او انك انت ما تحطش since بس have lived تخليها lived، يبقى تقول I lived here last year، ما ده بسيط كده، او I have lived here since last year. طيب اذا الاجابه اصبحت I have lived here since last year، دي الاجابه الصح. اسئله اللونج مان للطيفه الكيوتا. علي كوت فيش when he was in Alexandria. معنى ايه الجمله ده؟ معناها ان علي اصطاد سمك لما كان في اسكندريه. حلو، ده معناها ان علي لم يصطاد سمكا منذ كان في اسكندريه. الجمله دي من حيث المعنى حلوه. طب من حيث القاعده تعال نشوف كده، سينس عايزين قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، ادي ماضي بسيط لكن ده ماضي بسيط، يبقى القاعده غلط. طب I didn't catch fish، ما انا ما اصطدتش سمك عندما كنت في اسكندريه. انت قلت لي يا عم ان وين لما يكون بعدها ماضي نجيب قبلها ماضي، حلو، يبقى الجمله دي من حيث القاعده كده حلوه لكن معناها منافي لمعنى الجمله اللي فوق. هو بيقول لك هو اصطاد سمك لما كان في اسكندريه، لكن انت هنا تقول لي هو ما مسكش سمك لما كان في اسكندريه، فانت نفيتها. طب علي لم يصطاد سمكا منذ هو كان في الاسكندريه، الجمله دي كده مظبوط. ليه؟ اولا من حيث القاعده سينس، بعدها ماضي بسيط، قبلها مضارع تام، ده رقم واحد. رقم اتنين، الراجل بيقول لك علي اصطاد سمك وهو في اسكندريه، يعني ما اصطادش من يوم ما كان في اسكندريه. طب الاخيره هاز بين كاتشنج، عملها مستمر والجمله اصلا بسيط، يبقى الاجابه اصبحت رقم سي اللي مظبوطه وزي الفل. طب التانية 71، ايه من دول يا جماعه از كوركت؟ هاف يو اوريدي ترافل تو اسوان باي شيب؟ ما تيجي نتفق على مبدا ان اوريدي دي بتيجي في اخر جمله السؤال، تمام، رقم واحد، وبتيجي في اخر جمله الاثبات، رقم ثلاثة، بتيجي بعد الفيرب تو هاف. فانا ممكن اقول لك I have already traveled، I have already traveled، او have I have already traveled، او I have traveled already، او have you traveled already. طيب هنا بقى بقول لك have you already غلط، المفروض تبقى already في اخر الجملة. have you ever traveled by او to Aswan by ship، الجملة دي مظبوط عشان have you ever وماضي تام، يعني have و has التصريف الثالث مضارع تام سوري، وكملنا الجملة. طب I haven't already، already ما بيجيش في النفي، I haven't traveled ما اعرفش ايه كده، already برضه ما تجيش في النفي، يبقى انت عندك اجابه واحده بس اللي هي رقم بي اللي صح. طيب بقول لك there are always economic crises، crises ديت الجمع، دي جمع مفردها crisis، C R I S I S، not pandemic، pandemic ده اسم، يبقى during. I dinner when عادل arrived، so I warmly asked him to share the meal with me، طلبت منه ياكل معايا اصل انا كنت اتناول، يبقى انت عايز ماضي مستمر، يبقى I was having. طب لو انت عايز تاخد had had هتقول I had had dinner when عادل او علي arrived he didn't find anything to eat، يعني هو ايه لم يجد شيئا to eat يأكله، معنى كده ان رقم واحد انا اكلت، رقم اتنين هو وصل، فالاكل ده حدث اول وبناء عليه احنا عملناها مية تام. طيب الجملة 74 وتقريبا دي الاخيرة، my friend not healthy health problem health problem مشكلة صحية since he lived in that highly polluted area. بص معايا كده، انت عندك since بعدها ماضي بسيط، فانت عايز مضارع تام اللي هو has had، ده رقم واحد. رقم اتنين، مضارع التام ده بيفيد ان الحدث مستمر، الماضي البسيط بيفيد ان الحدث انتهى، والراجل عنده مشاكل وما زالت مستمره، يبقى مضارع تام خدناه. خلصنا كده الجزئيه دي، بعد كده في جزئيه المهارات، طبعا دي هنعملها زي ما اتفقنا كده في الجدول، هننزل الجدول بشكل منظم. انا كده خلصت، واكد يا جماعه عشان بس ما حدش يكتب في الكومنتس يسال السؤال ده ابقى انا جاوبتك بدري، ان شاء الله اللي انا عملته ده هو عباره عن فيديو اعلاني، ايه لازمته حضرتك؟ عشان تتعرف على طريقه حلنا لكتاب ماي نيو فريند، الكتاب الخاص بالفاينل ريفيجن المراجعه النهائيه. لو حضرتك حابب تنضم لينا 010 20
7878839. سؤال طيب برضو حابة اجاوب عليه قبل ما يتسأل، هو هتحل كتاب واحد بس في المراجعة؟ لا، احنا هنحل ان شاء الله من كتاب ماي فريند، ده رقم واحد. هنحل معانا كمان كتاب A1 تريجر بس لما ينزل، ده لسه منزلش. وهنحل كمان كتاب المعاصر بس برضو لسه منزلش. يبقى انت حضرتك دلوقتي هنشتغل في ماي فريند. انا لو ارشح لك كتاب، فانا برشح لك كتاب ماي فريند من بين كل الكتب اللي نزلت اللي انا شفتها واجبت باسئلتها، وبصراحه مغطي المنهج بشكل محترم جدا. احنا ماشيين ازاي؟ الشغل كله بيكون في فيديوز، بنسجل الفيديو وننزله في جروب، في جروب على التليجرام بيضاف فيه الطلاب المشتركين فقط في المحتوى الخاص. طبعا بننزل ملفات PDF فيها ملاحظات. النظام ازاي هنشتغل؟ كام حصه؟ ايه اللي بيحصل؟ حضرتك كل ده ممكن تعرفه لما تبعت رساله على الواتساب او على التليجرام او تكلمني مكالمه تليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.